موجز لأهم الأباء من قناة طناس، وحياكم الله. اندلعت الاثنين اشتباكات وصفت بالعنيفة بين قوات مجلس شورى مجاهدي درنة وعناصر مجرم الحرب حفتر المتمركزة في جامعة الفتايح شرقي المدينة، وذلك حسب مصدر محلي في المدينة. المصدر أكد سيطرة قوات المجلس على عدة نقاط جديدة كانت تتمركز بها قوات مجرم الحرب حفتر، ومضيفا أنهم يتقدمون باتجاه البوابات التابعة لقوات حفتر للسيطرة عليها. يشار إلى أن مسؤول الملف الأمني لدرنة العميد يحيى الأستعمر قد صرح في وقت سابق وأكد لتناصح قرب فك الحصار عن المدينة. شن الطيران الأجنبي الموالي لمجرم الحرب حفتر ليلة الاثنين على منطقة الصبر غارتين جويتين، وذلك حسب مصدر من مجلس شورى توري بنغازي. المصدر ذكر أنه شهد تحليق لطائرات بدون طيارة من نوع كام كوبتر تحلق في سماء منطقة وسط البلاد، بينما شهد مناطق سيطرة التوارة غربي المدينة تحليقا مكثفا من قبل طائرات الرصد والتجسس منذ فترة طويلة. قالت مصادر خاصة لقناة التناصح الاثنين إن ما يعرف بالشرطة العسكرية في مدينة بنغازي دهمت مقر الكتيبة 204 دبابات في منطقة جاريونس وقبضت على عدد من أفرادها. المصادر ذكرت أن المقتحمين دهموا المقر ليلة الاثنين وقبضوا على 13 من أفرادها محسوبين على المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة البعثة الأممية ونقلتهم إلى مكان مجهول. يشار إلى أن وزير الدفاع في حكومة البعثة قد سبق وصرح في تصريح صحفي حمل مجرم الحرب حفتر مسؤولية الاغتيالات في مدينة بنغازي. أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي المحارب ما يعرف بتنظيم دولة أن قوات توارة في مدينة سرت اقتربت من تحرير المدينة، ومؤكدا أن التنظيم لم يعد يسيطر سوى على منطقة صغيرة. المبعوث أكد أن التحالف سيتوقف عن قصف سرت في الوقت الحالي، ومضيفا أنه سيكتفي بالرصد والمراقبة. ومن جهته سبق وأن صرح مسؤولنا بالبنتاغون حيث قال أن أوامر صدرت من قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا أفريكوم في الأول من نوفمبر الجاري بتوقف القصف على ما يعرف بتنظيم الدولة. في خبر أخير، حيث وجه رئيس مجلس حكماء وعيان البيضاء بالجبل الأخضر مراجع عمر العبادة الشكر لقبائل الزنتان لما قدموه لمن أسماه ابنهم سيف الإسلام معمر القذافي من إيواء وحفظ، وهي مكرمة تضاف لمكارمهم الكثيرة على حد قوله. العبادة في رسالته الموجهة لقبائل الزنتان أوضح بمناسبة صدور قانون العفو العام أنه في حال ما إذا تم الإفراج وخروج سيف الإسلام ورأت قبيلة الزنتان أن تسمح له بالإقامة في الجبل الأخضر فإنه مرحب به بين إخوانه، ومضيفا أن كنا ليبيين من حقه العيش الكريم في وطنه وبين أهله وأقاربه حسب وصف البيان. ختام الموجز، إلى اللقاء.